تعالى بشيء أفضل من سجود لخفي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وعن الحجاج بن شداد أنه سمع عبد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء يقول في بعض قوله: إذا كان المرء يحدث في مجلسين فعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فعجبه السكوت فليتحدث. أيها الأخ سالك، هذا يعلمك. والصلاة والسلام على المؤمنين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأمور بمقاصدها، فإذا حسنت النية كان العمل أحسن، وإذا قبحت النية كان العمل أقبح. فلهذا اعتنى السلف الصالح بالنية أكثر من أي شيء، بل علم أولادهم وطلبتهم النيات قبل أن يعلموهم الوضوء والصلاة، لأن مدار الأمر على النية، فالنية هي أساس الشيء. حتى هناك من الأولياء من بلغ المقام العظيم يقال لهم النياتيون، لهم نيات صالحة، ما يقدم على عمل إلا وله نيات، ليست نية واحدة. لأنك إذا أقدمت على عمل ولك نيات، لك بكل نية عمل صالح. هذا عمل هذا العمل، وهذا عمل هذا العمل، لكن هذا فاق وهذا محل. ليه؟ قال: هذا له نيات كثيرة وفيرة، وهذا له نية واحدة. مرة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى بنى بيت كبير في المسيلة، خاله الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر ما دخل الدار حقه، قال: هذا من مظاهر الدنيا وأنا ما بدخل دار. فكيف هذا؟ خاله وشيخه الحبيب عبد الله بن حسين ما دخل داره، فأراد أن يعزم شيخ الوادي وعبادة الوادي الحبيب حسن بن صالح البحر، عزم إلى المسيلة ودعا إلى بيته. فلما استقر المجلس في بيت الحبيب عبد الله بن عمر بن أهين، قال: فين عبد الله بن حسين بن طاهر؟ ما لي ما أرى. فقال: إنه ما يدخل دار هذا، لأنه هذا بنى بيت كبير، وهذا ما هو على طريقة السلف. قال: يا عبد الله لا تتعجل، ربما له نيات، حنا نستفهم منه. فدعا الحبيب عبد الله بن عمر: ما نيتك في بناء هذا البيت الكبير؟ فجاب له ورقة مكتملة مكتوب فيها نيات، ورقة وراء قدام مكتوب فيها النيات التي نواها ببناء هذا البيت، منها إيواء الغريب وتعليم المتعلم وإكرام الضيف، وكان نيات كثيرة. قال: شوف يا عبد الله، هذه نياته كلها هذه على منهج السلف. فدخل الحبيب عبد الله بن حسين دار، ووقع مجلس عظيم، وانبسط الحبيب حسن بن صالح، وانبسط الكل. نعم. وعمل عزومة كبيرة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى، وعمل في ذلك البيت 17 من الحمامات، وانتقد بعضهم: ايش يعمل 17 من الحمام؟ ايش بقى يعمل هذا؟ فلما طعم الطعام تحركت بطنه، فأراد أن يدخل الحمام، فيبحث عن 17 حمام، وجدها ملآنة، فيقول: ليته زاد عدو حمام 18، لأن انتقاد في غير محله، إذا انتقدت انتقادا في غير محله تعاقب عليه. الانتقاد لما يكون في محله لا تعاقب عليه، لما من انتقد بغير حق لا بد وأن يرد ذلك المورد. نعم. فهكذا السلف الصالح كان لهم نيات
في كل أعمالهم قبل أن يقدموا على أي عمل لهم نيات صالحة، فلهذا تباركت أعمالهم. والإمام الغزالي يقول: بنيات الأبرار تزكو أعمالهم. قال في الحديث: لا أجر لمن لا خشية له، لعل الحديث هنا لا أجر لمن لا حسبة له، العمل لله سبحانه وتعالى، إذ لا يكون لا يحتسب الأجر إلا بالإخلاص، ولا عمل لمن لا نية له، لا أجر لمن لا حسبة له، ولا يحتسب العبد الأجر عند الله إلا بالإخلاص. إذا عمل العمل ليس فيه شائبة شيء من عارض الدنيا، لا مقصود له شيء من عارض الدنيا، لا مال، لا جاه، لا ثناء عند الناس، ولا محمدة، ليس مراده إلا لله. إذ المولى سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، إليه يصعد العمل الخالص. أما ما خبث ودخله شيء من الرياء فلا يصعد إلى المولى سبحانه وتعالى، لأنه أغنى الشركاء سبحانه وتعالى. ولا عمل لمن لا نية له، إذ النية هي الأساس، فكل علم بلا عمل هبى، وكل علم وعمل بلا نية هبى، فالنية هي الأساس، وكل عمل وكل علم وعمل ونية بلا إخلاص هبى، فلا بد. فالاحتساب أن تعمل محتسبا لله، أي مقصودك الله، مخلصا في عملك لله سبحانه وتعالى. هنا يكون لك العمل والأجر الكامل من المولى الكريم سبحانه وتعالى. هنا قال: لا أجر لمن لا خشية له، على الحديث: لا أجر لمن لا حسبة له، الحديث المشهور. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشر أمته بكل خير، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: بشر هذه الأمة بالثناء والنصر والتمكين، أي الرفعة، وفي رواية بالتيسير والثناء، أن الله سبحانه وتعالى ييسر أمر هذه الأمة بالتيسير والثناء، أي الرفعة والنصر والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. كل من أراد بعمل الآخرة شيء من الدنيا لم يكن في الآخرة له نصيب. وهذا حث شديد على الإخلاص، كما تقدم معنا في حديث معاذ الذي ذكره الإمام الغزالي في آخر كتاب بداية الهداية، كيف يصعد العمل إلى السماء وله دوي، ثم يتعرضه كذا كذا ملك، حتى يصعد ويقول: ماذا أنا خلاص، إن هذا العمل لم يرد به وجه الله سبحانه، ردوا به وجه صاحبه. فذاك الحديث الذي رواه معاذ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث خطير الحقيقة. ليه؟ لأن العبد إذا شرك في العمل مع الله أحد فذاك هو الرياء، والرياء هو الشرك الخفي. والرياء على درجات، منهم من لولا الناس لم يعمل أصلا، فهذا أخبث الأنواع، ومنهم من كان عند الناس يزداد حماس، وإذا كذب بعيد عن عين الناس لم يعمل كعمله عند الناس، فيراقب الناس ولا يراقب بينه وبين الله، وهو يعمل حتى في غير ليس عند الناس، لكن يقصر عمله لو في عند الناس يزين عمله. هذا نوع آخر من الرياء، وهو دون الأول.
ونوع آخر من الرياء وهو دون الثاني، وهو أنه يعمل لله لكنه يحب أن يخبر الناس، يعلم الناس نحن البارح قمنا كذا كذا وصلينا كذا كذا وتصدقنا بكذا كذا، ما يكتفي بعلم الله، بغى الناس يعلمون، يريد الثناء عند الناس وهو مسكين تصدق لله. هذا أقل أنواع الرياء. أما الإنسان الذي يعمل لله ولا يحب أن يطلع أحد على عمله الذي يعمل، لكن إذا ظهر ذلك العمل وقع في قلبه سرور وفرح، هذا ليس من الرياء لله وبالفرح أن الله أظهر الجميل وستر القبيح، هذا من الفرح بنعمة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يسعى في إظهار ذلك الأمر. ما هو كما يفعله الناس اليوم، ما عاد تركوا لأنفسهم شيء من الإخلاص، حتى إذا أراد أن يتصدق يقول لصاحبه شوف يعطي ذاك البنكس ويقول لصاحبه صور أنت. وأخبث من هذا ما يفعله الآن كثير من الجمعيات، يأتون بالناس المحتاجين ثم يصورونهم فيديو كل أو فيديو بلا كل، عرفت؟ ثم يصورونهم، هذه أذية للناس. طيب كبر هذا بعدين شاف صورة والده في الفيديو هذا، أما يتأذى؟ إيش مقصودكم يعني؟ أولا في عدم الإخلاص، ثانيا في أذية الغير، هؤلاء الأبناء يتأذون إذا رأوا آباءهم كانوا في هذا المجلس الذي يجلسون فيها المحتاجين من الناس. أتريدون أن تؤذوا الأحياء وتؤذوا الأموات؟ فوق هذا كله ينافي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا، كثير من نصحناهم لا تفعل هكذا، تدري إيش الجواب؟ قال الذي أعطانا هذا المال هو الذي أمرنا. فالجواب إنك إن كنت تثق بأمانتنا فسلم الأمر إلينا ونحن نضع لك في محله ونرفع لك الكشوفات، أما إذا كنت تريد بالفيديو فتولى الأمر بنفسك، أحسن أنك لا تتولى. إذا أنت بتعمل حسنة وبتسيء إلى أحد لا تعمل الحسنة، لو بتعمل 100 حسنة وبتسيء لواحد اترك 100 حسنة، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فكيف هو الأمر بالعكس؟ أنت اللي بتجيب حسنة واحدة وبتقع في 100 سيئة. أقول لا، حجتهم الآن أن إذا ما عملنا هكذا ما بيعطون حال الجمعيات هذه هذا المال لنقسمه، ما يرتاحون إلا لأنها جمعيات ما أسست على تقوى لله، ما أسست على محبة الله سبحانه وتعالى ومساعدة عباد الله، إنما يريدون جمع الأموال ليتصل صيتهم بوسائل الإعلام. فما في حاجة، أنا قاعد أذكر الله سبحانه وتعالى ماشي حاجة، إلا إذا كان مجلس بيشترك معك غيرك في أونلاين لا بأس بيستفيد، ولا ماشي حاجة، أنا قاعد أذكر الله بيني ونفسي وأنشر هذا العمل. هل هذا عمل بيشترك معي غيري؟ هل بيكون لي أجر وثواب اشترك معي غيري؟ أما مجرد هكذا إظهار العمل بلا مصلحة للمسلمين فلا حاجة لذلك. فلكن هنا إبليس الخسيس قد يلبس على بعض الناس، عايز يلبس على بعض الناس حتى يخرجهم بلا ثواب من أعماله، وله مكائد يصطاد بها من أراد من الذين هم من أهل النفوس الخسيسة. أما أهل النفوس النفيسة ما يستطيع، لماذا؟ لأنهم بنوا أساسهم في الدين على فقه في أمر دينهم، ومن بنى أساسه على فقه في أمر دينه لا يستطيع إبليس
أن يوقعه في مكيدته ولا في شباكه. والله يجعلنا وإياكم في أمان من وساوس إبليس الرجيم براهب جاه النبي محمد الرؤوف الرحيم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، والمقصود بهذه الأمة أمة الإجابة. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة من استجابت لنداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأمة الدعوة من لم تستجب. هذه قال أمة الدعوة ما دخلوا في الإسلام، كلهم أمة النبي، مسلم هم وكافرهم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن المثنى عليه والمبشر من الذي بشرهم النبي محمد؟ أمة لا، أمة الإجابة بالسنة بالرفعة والنصر على العدو والتمكين في الأرض، يجعلهم الله خلفاء في الأرض، وينشر الله سبحانه وتعالى هذا الدين في هذه الأرض، وتكثر لهم الفتوحات. وإن كان في هذا الزمن قد قصر في المسلمين الإيمان في قلوبهم حتى تسولى عليهم الكفار واستولى عليهم أعداء الدين، فصاروا يسيسون بلاد الإسلام بريموت كنترول، نسأل الله العافية والسلام. ثم يأتي قائل ويقول: كيف ذاك يستولي أعداء الإسلام على الإسلام على المسلمين، وقد قال الله سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآية في محلها، لكن قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين، ما قال على المسلمين. فلما نقصت درجة الإيمان رضي المسلمين بالدون، فلم يكن هناك أفعال لا توحي بالإيمان. لما تدخل بلاد الإسلام ترى إسلام بلا مسلمين، معاملة ما هي معاملة الإسلام، أخلاق ما هي أخلاق الإسلام، فأين المسلمين؟ فكان الكفار يدخلون في دين الله أفواجا عندما يرون أخلاق الإسلام، معاملة الإسلام، سنة سيد الأنام، يدخلون في دين الله أفواجا. فتدخل بلاد الإسلام فترى إسلام في الباسبور أو الكاتب، لكن ما ترى المسلمين، لا ترى أعمال، لا ترى صدق، لا ترى أمانة أبدا. ثم يقول: كيف جعل الله؟ قال: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا أنتم لم ترتقوا درجة الإيمان فسيكون للكافرين عليكم سبيلا، كما هو اليوم. لم يبقى من الإسلام غير رسمه، باقي رسم صورة، نسأل الله العافية والسلامة. وعما قليل سينطمس الرسم، لكن سيهيئ الله لهذه الأمة إن شاء الله من يقوم بهذا الدين وينشر هذا الدين حتى يبلغ في سائر أنحاء الدنيا. ما من جزيرة وما من ديسة إلا سترفرف عليها رأسها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو في أمريكا أو أوروبا سترفرف راية لا إله إلا الله محمد رسول الله بوعد النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين. الله يعز الإسلام والمسلمين ويذل الكفر والمشركين، ويجعلنا وإياكم من ينصر بهم هذا الدين يا رب العالمين. انصرنا ينصر وينصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين، ويصلحنا ويصلح من يصلح سائر بلاد الإسلام والمسلمين، ويصلح من ينصرنا على النفس والهوى والشيطان الرجيم، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في، ويجعل أعمال المخلصة في وجه الله الكريم. بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم وعلى ما يشاء وقدر بجاه جدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وسلم الفاتحة.